ندخل بعد كده على مصفوفة عزم القصور الذاتي اللي هي الانيرشيا تنسور. يعني ايه عزم القصور الذاتي؟ يعني بنقول عزم القصور الذاتي الجسم حول محور دوران هو درجة صعوبة تغير حركة الجسم الدورانية حول هذا المحور. يعني إيه؟ لو انا عندي مثلا مثال قوسين مثلا الاتنين ليهم نفس الكتلة، هلاقي ان القوس الاحمر عشان هو اوسع، عشان هو اكبر او يعني نصف قطره اكبر، هلاقي ان انا العزم القصور الذاتي بتاعي اكبر، يعني ان انا اصعب ان انا ادوره من القوس الازرق. طيب هو عزم القصور الذاتي ممكن نقول ان هو في الحركة، يعني في حالة الحركة الدورانية هو يقابل بالظبط الكتلة في الحركة الخطية. معادلات الحركة بتاعتي بالنسبة للحركة الخطية اللي هي مثلا زي مجموع القوى قانون نيوتن بيساوي الكتلة في العجل. بالنسبة للحركة الدورانية هلاقي ان الكتلة دي نستبدلها بالعزم القصور الذاتي اللي هو المومنت اوف انرجي. هلاقي هنا مقابل القوة اللي هي التورك العزم، ومقابل العجلة هنا العجلة الزاوية، هلاقي ان العزم بيساوي المومنت اوف انرجي عزم القصور الذاتي في العجلة الزاوية. طيب ده كده يعني عشان بس يعني نحس ايه معنى القصور الذاتي. ده بيعبر عن توزيع كتلة الجسم حول محور الدوران. يعني الجسم كتله متوزعة ازاي حول محور الدوران بتاعه، زي ما شفنا هنا مثلا لما ان نفس الكتلة دي بس متوزعة على مساحة اكبر، لان العزم القصور الذاتي زاد. يعني هو العزم القصور الذاتي كبر معناه ان الكتلة دي مثلا متوزعة يعني ابعد على حوالين محور الدوران بتاعه. طيب العزم القصور الذاتي صورتي، صورة قيمة قياسية هي scalar value وتكون حول محور دوران معين. يعني لو انا عارف محور الدوران اللي انا عايز ادور عليه ادور حوله، ممكن احسب عزم القصور الذاتي حوالين المحور ده عن طريق ايه؟ بجمع او بضرب الكتلة. لو انا عندي مثلا الجسم بتاعي عبارة عن مجموعة من الكتل النقطية عددها مثلا n، كل كتلة مقدارها ام اي مثلا، هضرب كل كتلة في بعدها او في مربع بعدها عن محور الدوران بتاعي ده. زي في الشكل مثلا ده كان عندنا جسم عبارة عن كتلة نقطية واحدة ام. عايز احسب قصور الذاتي او عزم القصور الذاتي حوالين المحور الدوران اللي هو الزد، هشوف ام سكوير في البعد اللي هو هنا ار سكوير. دي كده اول صورة. الصورة التانية اللي هي صورة مصفوفة اللي احنا بنسميها الانيرشيا تنسور، دي اللي تهمنا في سيم ميكانكس، هي بتعبر عن أو تعتبر صورة شاملة لعزم القصور الذاتي أو لعزوم القصور الذاتي للجسم حول لتدويره حوالين أي محور دوران. يعني هنا مثلا حسبتها حوالين محور الزد، لا احنا عايزين بقى يبقى صورة كده مجمعة لعزوم القصور الذاتي كلها للجسم حوالين محور الإكس والواي والزد والخلاف. عشان نحسب مصفوفة عزم القصور الذاتي لجسم مجاس اللي هو rigid body، لو في n كتلة نقطية كل واحدة اسمها m مثلا m i، احداثيات الكتلة النقطية m i هي x y x i y i z i، يعني احداثياتها بالنسبة لمحور الدوران x i y i z i. شكل المصفوفة هتبقى بالشكل ده 3 في 3، كل element منهم بحسبه عن طريق المعادلات الغريبة ديت. طب كده بالنسبة لو عندي الجسم فيه معادلات فيه نقط فيه كتل نقطية، لو انا الجسم بتاعي الكتلة بتاعته او ليه بلة كثافة الكتلة مستمرة اللي هي الحالة العامة عندنا او الحالة الطبيعية عندنا، بنقولها بقى ايه؟ هنعرف ازاي المصفوفة القصور الذاتي ديت؟ هنحسب عن طريق التكامل بقى ده، نحسب دالة كثافة الكتلة في مضروب المصفوفة بتاعتنا دي. طب ناخد مثال، الجسم اللي عندنا ده متوازي مستطيلات كتلته متجانسة او متجانس الكتلة كتلته ام. عشان هو متجانس الكتلة تبقى ده كثافة الكتلة بتاعته هو هي عبارة عن الكتلة على الحجم اللي هي الكتلة على الطول في العرض في الارتفاع بالنسبة للمتوازي المستطيلات. وبعدين اجرب مثلا احسب اي اكس اكس، زي ما شفنا ان الاي اكس اكس بتتحسب عن طريق مضروب او ضرب دالة كثافة الكتلة في واي سكوير بلس زد سكوير.
وده التكامل بالنسبة للحجم أو فوليوم انتجرال، بيتعمل عن طريق تلاتة انتجرال، تلات تكاملات بالنسبة لدي اكس ودي واي دي زد. التكامل اللي هو التعدد دوت بيبدأ من داخل الأول أكامل بالنسبة للدي اكس، وبعد كده أعوض بحدود التكامل، وبعد كده كامل بالنسبة للواي وأعوض بحدود التكامل، وبعد كده كامل بالنسبة للزد وأعوض بحدود التكامل. لو حسبنا الحسبة دي بالنسبة ل i x x، الأول element يطلع عندنا ده الناتج، بالنسبة لواحد تاني مش diagonal مثلا i x y المثل حسبناه اللي هو كان سالب x y، يطلع عندنا الناتج بصفر. وبالمثل حسب الحاجات التانية، لأن المحصلة بتاعتي في الآخر هي الشكل ده. طبعا هنشوف ان هي يعني قليل ان انا بحسب يعني ان انا بضطر ان انا احسب الانيرشيا تنسور لاي جسم، عشان هي غالبا الجسم بتاعي دوت، او زي ما قلنا في الاول في الحلقه الاولى، ان انا بحاول ابسط المكنه بتاعتي لعدد من الاجسام اللي هي شكلها يعني شكلها شائع. يعني مثلا اخلي المكنه بتاعتي مثلا هي شكلها زي البندول بتاعي، مثلا قسمته لجسمين، جسم كوره وجسم قضيب. الكوره معروف الانيرشيا تنسور بتاعتها، ممكن اخدها على طول اكتبها، وبالنسبه للقديم وبالمثل برضه يبقى اعرف مثلا، يبقى غالبا المكنه بتاعتي بقسمها لمجموعه من الاجسام يعني اشكالها شائعه، وهي الاجسام الشائعه دي زي ما هنشوف ليها المصفوفه القصور ذاتي بتاعتها جاهزه على طول استخدمها، مش شرط ان انا يعني مش هضطر ان انا احسبها. في حاجه بالنسبه لمصفوفه عزم القصور الذاتي اسمها البرنسبال اكسس او المحور الرئيسي. قال ايه؟ قال ان احنا ممكن الاقي نظام احداثيات في الجسم بتاعي لو هحسب مصفوفة عزم القصور حوله، هتطلع لي دياجون، هتطلع لي مصفوفة قطرية كده، ودي اللي احنا بنستخدمها على طول. محاور الاحداثيات دي بسميها المحاور الرئيسية، بيبقى بتاخد قيم اي واحد واي اتنين واي تلاتة، دي بنسميها عزوم القصور الذاتي الرئيسي. الموضوع ده بقى اللي عايز يعني يستزيد فيه ممكن بيدخل على اللينك دوت من موقع اللي هو MIT. بالنسبة لنا احنا هنكتفي بدوت. طيب بالنسبة لنا احنا في سن ميكانيكس بقى ايه اللي احنا عايزينه بالنسبة لمصفوفة عزم القصور الذاتي؟ نقول ان احنا مكوناتها بتترجم، او الالمنتس بتاعتها يعني الكومبوننتس بتاعتها بتترجم بالنسبة لنظام احداثيات مركز الثقل الخاص بالجسم. يعني انا عندي مركز الثقل النظام احداثيات مركز الثقل السي جي، بعرف الانيرشيا تنسو او مصفوفه عزم القصور الذاتي لدوران الجسم حوالين محاور السي جي دوت. تمام، دي بتحدد الاتجاه المبدئي للجسم، البادي انيشال اورينتيشن بالنسبه لنظام احداثيات مركز الثقل. يعني ايه؟ يعني مثلا عندي نظام احداثيات مركز الثقل بتاعي اهو، زي ما قلنا ان مصفوفه عزم القصور الذاتي دي بتقول لي الكتله بتاعت الجسم متوزعه ازاي، يعني الجسم بتاعي جاي كده ولا جاي كده ولا واقف ولا ماي، بتقول ان الكتله بتاعت الجسم متوزعه ازاي حوالين محور الدوران بتاعتي. دي كده حاجه، انا حددت اتجاه الجسم بتاعي بالنسبه لمركز الثقل. طيب احنا قلنا ان مركز الثقل نفسه ممكن بدوره هو كمان، يبقى تمام كده. الاثنين دول بقى دول مع بعض هيحددوا لي الاتجاه المطلق المبدئي للجسم. يبقى انا الاول المصفوفه عزم القصور الذاتي قالت ان الجسم بتاعي متوجه ازاي بالنسبه لنقطه الاصل بتاعته، او بالنسبه لمحاور نقطه مركز الثقل بتاعته. طب مركز الثقل بتاعته اتجاه نظام احداثيات مركز الثقل بتاعه كمان بقى، طب هناخده في الاعتبار، يبقى احنا هنحصل على الاتجاه المطلق المبدئي للجسم. زي ما قلنا ان احنا غالبا مش هنحسب مصفوفه عزم القصور الذاتي ديت، هنلاقيها جاهزه في احد يعني جاهزه في مثلا الموقع دوت، في اجسام كتيره جدا، ومصفوفه العزم القصور بتاعي يعني ازاي احسب مصفوفه عزم القصور الذاتي بتاعتها جاهز.
هي كلها بتبقى طبعا دياجونال، او اللي انا عايزه منهم اللي هو مصفوفه عزم القصور الذاتي حول نظام احداثيات مركز الثقل. ممكن الاقي في الويب سايت مثلا ده في الموقع دوت موجود مصفوفه عزم القصور الذاتي حوالين محاور تانية، لكن لا انا اختار اللي هي حوالين مركز الثقل اللي هو بيسميه اباوت سنترويد. هنا برضو احنا عندنا في قائمه دي هتبقى منسقة مع الملف دوت مع البرزنتيشن مع الباوربوينت فايل. هنا ايه اللي عندنا؟ بنقول قائمة بمصفوفات عزم القصور الذاتي حوالين مركز الثقل اللي هو السنترويد. مركزها هي نقطة مركز الثقل اللي هي في الشكل اللي عندنا كلها محطوط لها بوام السي في أي شكل من الأشكال الجاية. هي طبعا مصفوفة دايجونال القطرية. هاخد لان في كل جدول في عندنا حاجه اسمها اي اكس اكس اي واي واي اي زد زد حوالين اللي هي دي اكس سي واي سي وزد سي، هاخدهم احطهم كده اهوت في الدايجونال. يبقى انا حصلت دلوقتي على مصفوفه القصور الذاتي بتاعي. هنا دي عندنا مثلا الاسطوانه دي المساحة بتاعتها الحجم بتاعها الكتلة ايه هو مكان مركز الثقل بتاعي بالنسبة لنظام احداثياتي تاني اوله مثلا هنا اللي هو مثلا تبعد نصف الطول هنا هو ال على 2 بالنسبة في الاتجاه الزد. هنا المساحة الكتلة من الحجم هنا الكتلة وادي الاي اكس سي اي واي سي اي واي سي اي زد سي اي زد سي زي ما شفتوا. وناخد التلاتة دول واحطهم في الدايجونال بتاعي بتاع المصفوفة، يبقى كده هحصل على مصفوفة القصور الذاتي بتاعتي. ندخل بعد كده على اسطوانة مفرغة بالمثل برضه. ديت الاسطوانة سميكة انيشيا تنسور ديت نصف اسطوانة مصمتة نصف اسطوانة مفرغة يعني احنا بنحسب المساحه الكليه بفرض ان السمك يعني رقيق جدا، يعني بفرض ان نصف القطر الداخلي بيساوي نصف القطر الخارجي مفيش فرق بينهم. هنا كره هنا كره مفرغه هنا نصف كره مصمته نصف كرة مفرغة. كل الحاجات المفرغة بنفترض ان نصف القطر الداخلي يساوي نصف القطر الخارجي، يعني السمك صغير جدا. هنا متوازي مستطيلات دوت اسطوانة بيضاوية هنا قضيب رفيع. قضيب رفيع يعني بنفترض ان السمك بتاعه او نصف القطر بتاعه زيرو او يمكن اهماله. هنا دوت قضيب رفيع موازي المحور الاكس، فنلاقي
ان ال ان ال قيمة الانيرشيا اكسس عزم القصور الذاتي في المحور الاكس بصفر، لو هو موازي المحور الواي هتبقى بالعكس، هتبقى عند الواي بصفر، وبالمثل لو هو موازي المحور الزد هتبقى عند الزد بصفر، والباقيين بنفس القيم ام ال سكوير على 12. هنا هو بقى حلقة، هنا مخروط مصمت، مخروط مفرغ، نصف مخروط مصمت، نصف مخروط مفرغ، هرم ثلاثي، قرص رقيق يعني سمكه برضو ممكن يهمله، حلقة رقيقة، مستطيل رقيق. ده كده آخر حاجة عندنا في قائمة مصفوفات عزم القصور الذاتي. طيب تعالوا بينا نشوف إن نحسب مصفوفة عزم القصور الذاتي للنظام اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت اللي هو البندول البسيط. احنا المرة اللي فاتت بس مجرد دخلناها كده وقلنا هتناقشها بعد كده، وهو ده جه وقتها يعني. طيب احنا قلنا البندول بتاعنا ده عبارة عن قضيب قلنا اسطواني، لو نفتكر المرة اللي فاتت قلنا كان طوله 2 متر ونصف قطره 10 سنتي، وكانت عندنا الكرة بتاعتنا كانت نصف قطرها 1 متر ووزنها كانت 5 كيلو. نرجع تاني، هنا كان كتلته 4 متر وكان طوله قلنا 2 متر ونصف قطره 10 سنتي. طيب عايزين نحسب الكلام ده. اول حاجة هو قضيب اسطواني، نبص عندنا في الجدول بتاعنا او في الفايل بتاعنا في الملف على الاسطوانة ايه هي عزم القصور الذاتي بتاعها. هنلاقي ان هي لو الاسطوانة هتكون موازية المحور الزد هتكون المكونات الاساسية بتاعتها كده بالشكل ده. طيب لكن احنا عايزينها او هي كانت موازية لمحور الاكس، يعني اللي هي الوضع البدائي بتاعها، موازي المحور الاكس. طب ايه العمل بقى؟ خلاص احنا نقول هنا زي ما هي كانت، يعني احنا لو نبص هنا نلاقي في الاثنين كومبوننتس بتوع الاكس والواي، المكونين بتوع الدوران حول المحور الاكس ومحور الواي قد بعض، والزد هي المختلفة زي يعني واضحة من الرسم. خلاص نبقى نحط الاكس هي يعني نبدل الاكس مكان الزد، هنلاقي بكده هنحصل على اسطوانة هي موازية لمحور الاكس. دي كده طريقة. تعال نعملها الاول، تعال نحسب الحسبة دي بقى. قلنا هيبقى في الاكس اللي هو كان الزد في الاول يعني نص ام ار سكوير. طيب تعالى نحسب، في الماتلاب هنا نكتب نص ام كاتب 4 في ار فاسكي، يطلع لي 2 من 10، 2 من 100. تمام.
طيب عايزين نحسب المكون التاني اللي هي ربع ام ار سكوير بلس 1/12 ام ال سكوير. تعالى برضه نحسبها، ربع في ام في ار سكوير بلس 1/12 في ام في ال سكوير اللي هي 2 سكوير، تطلع لي 1.3433، وديت اللي احنا عندنا في المكون التاني. ايه الشكل الغريب دوت؟ هنا في الماتلاب عشان نعمل مصفوفة بنفتح قوس وبنكتب، مثلا لو انا عايز اعمل مصفوفة مثلا 3 × 3 بحيث يكون القطر بتاعها، يعني عايز ادخل دول في المصفوفة بتاعتي، خلاص يبقى اول المنت. طب عموما عايز اعمل مثلا مصفوفة 2 × 2 بكتب 1، ده كده اول عمود مثلا، نفترض مثلا 1 × 2 × 3 × 4، يبقى اول عمود 1 × 2. عايز انزل ده كده اول صف، عايز انزل الصف اللي بعده احط سيمي كولون واكتب مثلا 3 × 4، تطلع لي المنظر كده 1 × 2 × 3 × 4. ففي الصف او في الصف الواحد بحط فاصلة، وعشان الصف اللي بعده احط فاصلة منقوطة. طيب انا عايز اعمل الماتريكس بتاعتي بقى بحيث تكون القيم اللي انا طلعتها ديت هي الدياجونال اللي هي القطر بتاعي، هيبقى 0.02 وصفر وصفر، ده كده اول صف، تاني صف هيبقى صفر و 1.3 4 3 و صفر، كده خلصت تاني صف. تالت صف هيبقى صفر و صفر و 1.3 4 3 3، وبعدين تمام ده كده اللي انا عايزه. اخد دي كده بقى على بعضها واعمل لها كوبي هنا، ايه بالظبط تطلع كده ايه. طيب بيست، يلا تمام جدا، تعال نجرب. نفس القيم بالظبط، ما غيرناش حاجة. طيب ده كلام كويس دي كده. طيب في طريقة تانية؟ افرض انا مثلا ما عرفتش احاول، يعني ما عرفتش اغير المكونات بتاعتي بحيث احول الجسم مثلا من هو موازي مثلا محور زد لمحور اكس، يعني لو العملية صعبة شوية مثلا زي نصف اسطوانة مثلا، لو كانت مثلا عملية صعبة شوية زي مثلا نصف اسطوانة، هنلاقي ان التلات محاور اصلا المكونات في التلات محاور مختلفين مش زي بعض. طب انا عايز ادور النصف اسطوانة بدل ما هي موازية للزد تكون موازية للاكس، هعمل ايه بقى؟ هغير ايه مكان ايه؟ هلاقي العملية مش سهلة. طيب ايه الحل التاني؟ الحل التاني ان انا اخلي مصفوفة القصور الذاتي تخلي الجسم فعلا هو موازي لمحور الزد بالنسبة دي ايه؟ احنا نرجع تاني نفتكر هي مصفوفة عزم القصور الذاتي دي بتقول لي ايه. نفتح كده البلوك، بتقول لي ان هي ايه توزيع الكتلة او الشكل عامل ازاي بالنسبة لنظام احداثيات مركز الثقل. طيب ليه كاتب لي هنا with respect to the center of gravity؟ يبقى ديت قلنا بتوصف شكل الجسم بالنسبة
محاور نظام الاحداثيات اللي هو المتصل بمركز الصقل هي السي جي. طب ما فكرة كويسة جدا، انا هخليه ده عادي بالنسبة للزد او موازي المحور للزد، يبقى هبدل دول زي المفروض عندي في الملف بتاعي. بيقول لو الاسطوانة كانت موزة للزد هيبقى شكلها عامل كده، شكل مصفوفة عزم القصور الذاتي بتاعها كده. تمام، تعالى كده نشوف ايه اللي اتغير. هنلاقي ان هي الاسطوانه بقت موازيه لمحور الزد. طب كويس جدا. عايزين بقى ايه؟ طب ما في فكره بقى، احنا كده وصفنا يعني قلنا مصفوفه عزم القصور الذاتي بتوصف بس شكل الجسم بالنسبه لنظام احداثيات مركز الثقل. طب احنا ممكن ندور مركز الثقل نفسه، ندور محور بحيث ان هي تخلي لي الجسم نفسه موازي لمحور الاكس. ازاي بقى؟ لازم ندور المحاور حوالين ايه؟ انا عايز الف الجسم من الوضع دوت، يكون الوضع النايم دوت، يبقى لازم اخليه يلف حوالين محور واي بزاوية 90 درجة. طيب تعالى نعمل الكلام ده فين؟ في الاورينتيشن اكيد، السنتر اوف جرافيتي هنلفه حوالين الواي. هنا اويلر اكس واي زد، يبقى تاني واحدة عن طريق بي قصدي زاوية 90 درجة. نشوف كده. تمام، ده كده ايه الحل التاني. يبقى انا ممكن احط مصفوفة عزم القصور الذاتي زي ما هي، وبعد كده اغير بقى في الاتجاه بتاع المحاور السنتر جرافيتي كوردينيت سيستم، بحيث احط الجسم في الاتجاه اللي انا عايزه. طيب تمام جدا. وبالنسبة للكورة مصفوفة عزم القصور الذاتي بتاعها برضه نبص عليه. هي 2/5 ام ار سكوير. طب الكرة كان وزنها 5 كيلو، وكان نصف قطرها 1 متر. طيب احنا بنقول 2/5 في 5 في 1 سكوير اللي هو 1، يطلع على 2. يبقى المصفة بتاعتي تبقى عاملة ازاي بقى؟ 2 0 0. صفر اتنين وصفر 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 واتنين. على فكرة انا ممكن اسيب الصف من غير كومة، يعني الكومة ديت او الفصلة ديت اختيارية مش. طيب يطلع لي كده تمام جدا، وهي دي اللي انا عايزها. خدها كده اهوت كوبي، وعندي هنا هي زي الموجود عندي بالظبط. هنا عاملاها في 6 تاني، والمس بتاعتي 5 كيلو. يبقى كده احنا خلاص عرفنا نحسب ازاي مصفوفة عزم القصور الذاتي للبار بتاعي وللكور. طيب في مشكلة عندي بقى هنا صغيرة. افترض كده فرض ان انا بعد ما خلصت الحسابات بتاعتي الطويلة العريضة ديت والسيستم بتاعي كبير جدا، حبيت اغير مثلا حاجه في القضيب ده، ازود طوله مثلا شويه. تمام،
طب ايه اللي هيحصل بقى كده؟ كده هضطر احسب تاني مصفوفة القصور الذاتي بتاعته، وهقعد اغير بقى 100 حاجة هنا. هلاقي اغير هنا اهوت في مصفوفة القصور، احسبها تاني مصفوفة العزوم قصدي، وبعدين هنا اهوت اغير في كل المكونات دي. طيب ايه المشكلة دي؟ مشكلة كبيرة جدا. طب مفيش حل تاني؟ في حل تاني احسن خالص. هنلاقي ان ماتلاب بيتحلي، بدل ما ادخل قيم هنا رقمية، ان انا ادخل اسامي variables، اسامي متغيرات. يعني ايه؟ لو نروح للماتلاب نفسه نلاقي في حاجة اسمها workspace. workspace دي اللي بتقول لي ايه اسامي ايه variables انا عندي حاليا في الـ متفعلة يعني دلوقتي. طيب انا ممكن اعرف مثلا variable اسميه مثلا mp1 اللي هو مثلا ماس بتاع الباور 1، احط القيمة بتاعته ب 4، هلاقي طلع لي هنا mp1 بيساوي 4. تمام. طيب اعرف واحد تاني اسمه lp1 length الطول يعني بتاع الباور، خليه ب2 مثلا، يقول لي lp2 بيساوي 2. عايز ايه تاني؟ كان هو الراديوس بتاعه كان 1، كانت 10.1 سم. تمام. يبقى انا كده عندي كل الفاريبلز بتاعتي. بالفاريبلز دي بقى ممكن المتغيرات دي ممكن احطها هنا، احط بدل الماس مثلا ان هو ب4 اكتب mp1 مثلا كده، وتشتغل على كده. تعالى نجرب. شغال، ما قالش حاجه، ما طلعش اسئله خطايا. طيب طب ما دي حاجه كويسه جدا. طب ما تيجي اعمل كده في كل بقى. يبقى انا احسب بدل ما احط الانيرشيا تنسل عن طريق ارقام كده، احطها عن طريق يعني احط المعادله بتاعتها او الفورمولا بتاعتها او الصيغه بتاعتها، بحيث ان اغير بعد كده بس مجرد الفاريبلز ديت، قيم الفاريبلز ديت هي اوتوماتيك تتغير هنا، وكذلك تتغير في الكوردينيت سيستم. هنشوف ازاي دلوقتي. احسن حاجه طبعا بدل ما نكتب الحاجات في الماتلاب نفسه في الكوماند ويندو، بنفتح فايل اللي هو ام فايل، ونكتب كل الكود اللي احنا عايزينه، وبعد كده نعمل له ران مره واحده، يعني يران مره واحده. طيب نسميه مثلا ايه؟ مثلا جيت كده بقول ان انا عملت كومنت، يعني السطر ده مش هيتنفذ مثلا. مثلا دوت انيتش فايل فور توليو. قلنا عندنا حاجة اسمها mp1 يساوي 4، lp1 بيساوي 2، radius of bar 1 بيساوي 0.1. تمام جدا. طيب ده كده البار الأولاني، أنا أدوس عشان أخزن، أسميه مثلا init بندوليان مثلا. طيب ما تيجي كمان نعمل المصفوفة عزم القصور زي تكتبها هنا بالمعنى، اسميها مثلا ip1 بيساوي، افتح قوس. لو هنبص هنا للصيغة بتاعتها، ربع ام ار سكوير بلس 1/12 ام ال سكوير. طيب تعالى نكتب الكلام ده، كانت ربع في، نكتبها بقى باسامي الفاريبلز على طول، ام بي 1 سكوير بلس 1/12 ام بي 1، عندي غلط، ام بي 1 في ار بي 1 سكوير ب
بلس ام بي واحد بلس واحد على 12 ام بي واحد في ال بي واحد سكوير. ده كده اول element. وبعد كده قلنا هنحط التانيين هيبقوا ايه؟ صف وصف. كده اول صف، تاني صف هيبقى نفس الكلام ده برضه، اعمل له كوبي بدل ما اكتبه تاني. ينفع في MATLAB انا تكتب على صفين برضه بيقبل يعني، اكتب صف هنا وديت والقيمة التالتة هتبقى صفر. لازم القيمة المنقوطة ديت عشان اقول له انزل بقى الصف اللي بعد. تمام، اخر واحدة هتبقى صفر وصفر ونص في ام بي واحد في ار بي واحد سكوير. واقفل. تعالى كده نجرب نهان الزرار ده هو اللي بيهان الكود بتاعي، لو في اي رسائل خطأ بتطلع عليه في المتلاب. تمام مفيش اي حاجة، وطبعا هنا ال بي واحد كل الفاليوز بتاعتي جميلة جدا. تعال نكتب اي بي واحد عشان نشوف قيمتها كام. يا دوبك بنكتب اسم ال فاليبل وندوس انتر يجيب لي القيمة بتاعتها. تمام جدا، ده اللي احنا عايزينه بالظبط. طيب طيب يبقى انا بقى ما عليا، طب هعمل ايه بدول بقى؟ تعال هخش هنا في البار كتبنا في الاول ام بي واحد هنا. تعال بقى نشيل الكلام ده كله ونكتب اي بي واحد اذا تنسوا واحد. طيب هنا كنا بنقول ان السنتر جرافيتي بتبعد قد ايه من طرف القضيب؟ هي بتبعد طبعا طول القضيب على الاثنين. السنتر جرافيتي عندنا بتاع القضيب هي في النص، لو القضيب طوله 2 متر هتبقى في النص، يعني هي دايما في النص. فاحنا بنقول ايه؟ اللي هي ال بي واحد على 2. طيب السي اس 2 اللي هي اخر الطرف خالص هقول ان هي هتبقى بعدها ال بي واحد نفسه بالنسبه لسي اس 1 كده. تمام جدا، تعالى بقى كده نجرب نشوف الكلام ده هيشتغل ولا مش هيشتغل. ندوس هنا بقول شغال. تمام مفيش رسائل خطأ. عايز اتاكد من الكلام بتاعي لامكان انا مثلا كلام مش مظبوط او حاجه. طب تعالى نغير هنا. احنا بقت العمليه جميله جدا بقى. انا دلوقتي اغير في اسم في قيمه الفاريبل كل الحسابات تتحمل اوتوماتيك، ومش عاوز اغير في حاجه تاني، مجرد بس اغير في الام فايل بتاعي دوت وبعد كده ارن مره بحيث ان هو يحدث لي القيم كلها والحسابات دي كلها اتحسب تاني. ما عليا، انا خليت مثلا هنا الطول بتاعه متر بدل 2 متر. اجي هنا اجرب. تمام بقى طوله 2 متر، حاجة جميلة جدا. خلي طوله 3 متر وعرضه كبير شوية ورن. تعالى هنا حدث. بقى حاجة جميلة جدا. طيب ده كده احنا بالمثل برضه ممكن نعمل نفس الكلام بالنسبة للكور. هنكتب هنا بقى في الماس بتاع الكور مثلا، نقول ان هي مثلا السفير مثلا ام اس مثلا، هي كانت 5 كيلو، كان الراديوس بتاع السفير مثلا كان 1 كيلو.
الانيرشيا تنسور بتاعت السفير كان في 2/5 ام ار سكوير، يبقى اكتب كده 2/5 في ام بتاعت الماس بقى بتاعت السفير قصدي في ار سكوير. ده كده اول قيمة، هما كانوا كل القيم التالتة كانوا زي بعض. اخد دي كوبي بين المكتبتين ونصف تمام. تعالى كده نجرب نقولنا الاول نشوف الحسابات طالعه مظبوطه ولا لا. نخش على حاجة ماتلاب نبص، لان في حاجه اسمها اي اس طلعت والفاليوز بتاعتي اتحطت كلها في الورك سبيس، عايز اعرف قيمه الاي اس مظبوطه ولا لا. الانيرشيا تنسور بتاعت السفي هلاقيها تمام 2.02 و2.02 في الدياجونال 100 100. طيب تعالى بقى في الموديل بتاعي احط اسامي الفاليوز بدل بقى ايه القيمة الرقمية دي. احنا قلنا كان ام اس اسمها ام اس وديت خلاص نشيل الكلام ده كله ونكتب اي اس. السنتر اوف جرافيتي كانت بتبعد بمقدار اللي هو نصف القطر عن الطرف بتاعها اللي هو ار اس. تعالى نجرب تمام جدا كله تمام. تعال نغير شوية في البارامترز بتاعت الكوة، نخلي الكوة مثلا بدل ما هي كده نخليها بس نص متر. مش هحسب حاجة تانية بقى خلاص، انا مجرد بغير اسم الفاريبلز بتاعتي ورن وهو بيحسب كل حاجة اوتوماتيك لوحده. بقت حاجة كويسة جدا. تعال نرجع بقى الكلام ده عشان يبقى الشكل كويس عشان نكمل شرح. نرجع مثلا 2 في 1. يبقى زي ما شفنا كده دي طريقة كويسة جدا عشان تخلي السيستم بتاعي كويس، يعني السيستم بتاعي كل حاجة واضحة، كل حاجة مش مكتوبة في 100 بلوك. دي برضه ميزة تانية مقلناهاش. انا دلوقتي نفترض مثلا عايز اغير حاجة في السيستم بتاعي ده في النظام بتاعي، بدل ما اعدي على بلوك افتحه واكتب جواه ويا ترى انا غلطه كده مش واخد بالي ولا لا. كل حاجه موجوده في ملف واحد، يوم ما يبقى في حاجه مش مظبوطه بعد على الملف ده من اوله لاخره اشوف الحسابات بتاعتي مظبوطه ولا مش مظبوطه. تمام نرجع ننقل النقطة اللي بعد كده اللي هي طول الحركة اللي هي state of motion. يعني ايه طول الحركة؟ نظام ميكانيكي في لحظة معينة اللي هو مجموعة المواضع البوزيشنز والاتجاهات الاورينتيشنز والسرعات الخطية والزاوية اللي هي linear and angular velocities اللحظية، يعني في لحظة معينة لكل الاجسام في النظام الميكانيكي. يعني ايه التعريف؟ غريب شوية، يعني كل جسم بيحسب له او بيشوف الموضع بتاعه والاتجاه والسرعة الخطية والزاوية بتاعته، بنجمع الكلام ده كله لكل الاجسام كده كده عندي طول الحركه في اللحظه الحاليه مثلا. ايه اللي يهمنا الموضوع ده؟ يهمنا ثلاث اطوار الحركه اللي هو بيبدا بيهم سيم ميكانكس. يعني في بدايه المحاكاه زي ما بنقول انا دلوقتي عملت نظام، وبعد كده هبدا استارت المحاكاه هلاقي ان سيم ميكانكس بيحط السيستم بتاعي في ثلاث اطوار ورا بعض وبعد كده يبدا يحرك. تمام. طيب اول طور اسم طور المبيت اللي هو الهوم كونفيجريشن. هنا بيحط الاجسام كلها ويوجهها حسب البيانات اللي انا دخلتها في خواص بلوكات الاجسام، وكل السرعات بتكون بصفر. يعني ايه؟ يعني انا هنا مثلا في البلوك قلت له
قلت له مثلا ان الانيريشن تنسر شكلها عامل كده والكوردينيتس بتاعتي شكلها عامل كده، البيانات اللي انا دخلتها ديت بتخلي الجسم كل شكل معين، يكون مثلا افقي مثلا. زي ما شفنا بقى افقي مثلا كده. طيب احنا نسينا نرن هنا تقريبا. كويس الحمد لله. ايه كويس دي. طيب ده كده الانيرشيا تنسر مع اتجاه محاور سنتر اوف جرافيتي بتقول لي الجسم شكله عامل ازاي مبدئيا. خلاص يبقى كده اول حاجه طول المبيت او الهوم كونفيجريشن بتحط لي كل الاجسام في الشكل ده في الوضع دوت. طيب وبعدين كل سرعات بتكون بصفر. بعديها ينقل من طول المبيت من الهوم كونفيجريشن للطول المبدئي او الانيشال كونفيجريشن. ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك بيتم تطبيق القيم المبدئيه المعطاه بمحركات القيم المبدئيه. في حاجه عندنا اسمها انيشال كونديشن اكتيفيتور، دي حاجه مهمه جدا. يعني ايه دي؟ بتعمل ايه دي؟ بتقول لي مثلا كل وصله عندي انا عايز احط لها قيمه مبدئيه. يعني مثلا انا عندي وصله مثلا دورانيه، بس مش هكون ببقى بالقيمه الديفولت بتاعتها، القيمه الافتراضيه بتاعتها اللي هي الصفر. لا، انا عايز اكون القيمه المبدئيه بتاعتها مثلا 45 درجه. تمام. فاعمل ايه؟ احط حاجه اسمها انيشال كونديشن اكتويتور زي ما هنشوف دلوقتي. احنا عاوز نشيل الاكتويتور ده مؤقتا. نيجي السم ميكانكس. ونيجي في سنسورز اند اكتويتورز. ونحط انيشال كونديشن. هنشيل دوت. نحط مكانه دوت مؤقتا. بيقول لي جوه الجوينت انيشال كونديشن ده بيقول لي عايز الانيشال القيمه المبدئيه البوزيشن قد ايه. نقول له مثلا عايزينها 30 درجه مثلا. طيب واليونتس بتاعت الوحدات ايه؟ دي جري مثلا. الفلوستي قد ايه؟ نقول مثلا اي حاجه 107 مثلا. وبعدين الرادياس او اليونتس دي جري على الثانيه. تمام، تعال نجرب. شوف اللي حصل. تعالى بقى نقف كده ونتكلم. هنا اول حاجه لما بدوس على الزرار بتاع الابديت دوت بيحط لي الجسم بتاعي او بيحط لي النظام بتاعي في الهوم كونفيجريشن. تمام. هبدا المحاكاه. هينقل لي السيستم من الهوم كونفيجريشن للانيشال كونديشن كونفيجريشن اللي هي ايه؟ الزاويه 30 والسرعه المبدئيه. ده سرعه مبدئيه اللي هي كانت 107. وبعد كده يبدا بقى ينفذ الحركه ان هو البندول هينزل بقى ويكمل عادي. تعال نجرب تاني. الزرار بتاع الابديت بيحطها لي في الهوم كونفيجريشن او طول المبيت اللي هي الوضع الافقي. اول لما ابدا المحاكاه ينقل من الطور دوت الى الطور المبدئي اللي هو اللي كانت موجود في الانيشال كونديشن، زاويه 30 وسرعه 107 وبس. بعد كده يبدا الحركه العاديه بقى. ثم بعد كده يبدا ينقله للطور اللي بعده اللي هو طور التجميع اللي هو الاسمبلد كونفيجريشن. في وصلات عندنا اسمها وصلات غير مجمعه. ديس اسمبلد في الموضوع ده وفي الطور دوت بيجمع الوصلات غير المجمعه، ودوت هنتكلم عنه ان شاء الله لما نتكلم عن الوصلات. خلص نقل السيستم بتاعي بين الثلاث اطوار ديت، يبدا بعد كده ينفذ قوانين الحركه العاديه او يطبق قوانين الحركه عشان يحرك المكنه بتاعتي. هنا في الاخر في شويه مواقع هامه يعني حابب ان انا اهديها لكم.
أول موقع اسمه شبكة كتب العرب، ده فيه كم كتب كتير جدا يعني بالعربي وبالإنجليزي. هنا لو أنا عايز بقى أتوسع شوية، مثلا عايز أعرف مثلا ماتلاب دوت بيتعمل إيه، الحاجات اللي بتتعمل بيه، أو السيم ميكانيكس ده إيه الحاجات اللي بتتعمل بيها غير الديموز اللي إحنا شفناها في الحلقة اللي فاتت، ممكن أدخل على الموقع بتاع الماث ووركس، الشركة اللي عاملة ماتلاب. في حاجة عندهم اسمها ماتلاب سنترال، أو يعني كل واحد عمل مثلا نظام بيحطه هنا، مثلا بيعمل شير مثلا يشاركه مع الناس. دوت القسم العام. وهنا لو انت عايز تدخل على الميكانيكال موديلينج، طيب في موقع تاني برضه فيه كتير جدا من التصميمات الهندسية والاكواد السورس كود. في موقع بقى انا يعني اود الناس تبص فيه اللي هو الام اي تي ديت، في كم كتير جدا من ال او كم كبير جدا من المواد الدراسية الممتازة في كل النواحي العلمية بتاعتنا. بس يعني في حاجات منها برضه بالفيديو في كل بالانجليزي طبعا. هي مشكله، مش مشكله يعني، مش مشكلتهم، مشكلتنا احنا المفروض نتعلم الانجليزي، نتعلم الانجليزي عشان يعني نستفاد من الكلام ده كله. طيب الموقع اللي بعده، احنا قلنا زي قلنا المواد ديت، قلنا لو انا مثلا في الاول هفتح القاموس مثلا في كل صفحه 10 مواد، تاني صفحه هفتح 9 مواد، بعد كده بعد اسبوع بعد اسبوعين مش هفتح القاموس غير كل فين وفين. الموقع اللي بعده فيه رسائل ماجستير يعني thesis ماستر مثلا كده اهوت، للموضوع برضه مختلف ديت. يعني انا عن نفسي بحب الرسائل الماجستير ان انا اتعلم منها مثلا حاجه جديده، بحيث لان غالبا بيكون الطالب اللي عملها بيحط كل الشغل اللي هو اشتغله، بيحط الكود وبيحط كل حاجه، فبتبقى العمليه واضحه. يعني هو طبعا راح يعني خد باله مثلا ممكن يكون هو في حته مش فاهمها فقايلها مش كويس، بس بيبقى الموضوع موسع اكتر من انا مثلا اقرا بيبر او كده. في دوت في شويه فيديوهات لتجارب عمليه، فيديو ديموز. هنا برضو في ساينتفك بيبرز مجانيه اسمه سايت سير. هنا معادلات وثائق رياضيه، الحسابات الهندسيه، كتب مجانيه. هنا براءات اختراعات لفري بيتنت. في نقطة كنت تحب أنوه عليها برضو، إن إحنا يعني المفروض يعني الواحد يتعلم بقى مثلا حاجة. مثلا أنا ليه مثلا ما عملش سيمينار زي ده كده مثلا؟ أنا طبعا المستوى يعني مستوى في سيم ميكانكس مش كويس، بس أنا اتعلمت مثلا سيم ميكانكس خلاص. طب أنا أحاول أعلم الناس، أستفيد برضو الناس بيه. يعني إحنا مشكلتنا إن إحنا كل واحد بيعرف حاجة بيحاول يعني بيكوش عليها لنفسه، مش بيحب يديها للتاني. وديت دي اللي إحنا السبب اللي احنا يعني تخلفنا في العلوم وكده. الناس اللي بره لا مش كده، كل واحد عنده مثلا كم معلومات صغيره جدا بس بيشارك يعني بيساهم، بيبقى كل واحد عنده كم معلومات بس، هم كله تجمع المعلومات دي كلها مع بعض يطلع لك في الاخر وحده كامله، الكم هائل من المعلومات او التكنولوجيا اللي احنا شايفينها بنحسدهم عليها دي. يعني دي النقطه. انا دلوقتي عندي مثلا شويه، انا بعرف مثلا اعمل ايه، بعرف مثلا ماتلاب، بعرف سيميلينك، بعرف كده. طب ما انا اقعد مثلا افضي مثلا ساعه عندي كل اسبوع، ولا مثلا ساعتين كل اسبوع، يعني احاول اعمل حاجه بحيث افيد الناس التانيه. ويعني في الحديث ان هو اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. وبكده بنكون الحمد لله انتهينا من الفصل الثاني.